نستحمدوا ربي ونشكروا والحاصل حينا لا نحي، الكلهم أخوة والكلهم يحبوا بعضهم. بتبقى ميمة نحمدوا ربي ذي لا شك فيه، حمد لله ربي حتى عن فس به. احنا اليوم موجودين في مرشي حي تحرير، حابين نتفقدوا اليوم قفة الزوالي شحوالة هوني في المرشي اليوم. ثم البلغلية ثم بالرخص، اللي يحب ياخذ بالرخص ياخذ، واللي يحب ياخذ بالغلية ياخذ، فهمت؟ يقضي اللي عنده الفلوس يقضي ما خير، واللي ما عندوش ينجم يقضي زادة كيف كيف، فهمت؟ يا ميم توا كان عطيك قفه فارغه، باهي نقول لك القفه الفارغه هذه عبيها لي بالقضيه تاع الجمعه كامله باللحم والحوت والخضره والغله، قداش تكلف؟ هكاك يا وليد بالباهي ولا بالخايف؟ قضيه باهي محترمه تاع الجمعه كامله باللحم وحوت وخضره وغله. حط لها 100,000. كيلو اللحم 150. حط لها 100 اي، وال 50 الاخرى خضر، وال 50 الاخرى خضر. والغله والحوت. الغله والحوت مكبوسين شوي. فهمت؟ لا 200,000 ما تجيبش هكاك. أكثر. 200,000 ما تقضيش هكاك. ميم علينا الزوالي نحكيو عليه، مالا سامع. الزوالي ياخذ السردينة وياخذ، فهمت؟ ياخذ السردينة، ياخذ البطاطا في عوض نتاع 2000 ياخذها نتاع 1500، الفلفل في عوض باش ياخذوا ب 2000 ياخذوا بدينار، فهمت؟ البصل. ايوا يتحايل على روحه ويبات متعشي، فهمتني ولدي؟ وربي يبارك لكم. انت لو تبارك لنا اكبر منا سن وقدر وتعرف خير منا ومقديه معناتها وتعرف باش تعمل طنجره، طنجره كان باهيه قداش لازمك فلوس تركب طنجره؟ ركب طنجره ناخذ لها اللحم. ماهيش كذابه طنجره ما تقول ما تكذبش. اي هذاك بتمطمها بفلفلها بلحمة 100,000. طنجره؟ اي طنجره. كيلو اللحم بك الحسبة، وناخذ لها طماطم وناخذ لها الفلفل ولا مال شنو؟ 100,000 تاع 40,000 هكا. اه والله هايلي وبغلتها راهو تابعة فيها الغلة 100,000 هذاك هو، وحكة طماطم بوكيلو وحكة هريسة برطل وشوية بصل، وكان باش تاخذ القناوية، القناوية على 2000 فرنك 100 غرام، فهمت؟ تعمل تنيجرة قناوية وفيها شوية لحم وياكل الواحد ويستحمد ربي. فهم؟ 100 دينار 50 للحم و50 للقضيه الاخرى. شحوال اللي مزول هنا؟ والله تو تو سبع سبع تو بس باهي نصف 100 مش خايبه تو حاليا ما بنعرفوش. الاسعار في متناول المواطن اليوم ولا؟ اليوم في متناول المواطن. فما انخفاض يعني؟ اي باهي اليوم باهي، اما غدو ما نعرفش. اليوم باهي حسب ما قضيت، غدو ما نعرفش. كل نهار وقسمه يعني؟ نهار وقسمه اي. الاسعار كل بورصه يعني، نهار الاسعار فوق نهار الاسعار تعبت له. اليوم واش قضيت وقداش تكلفت لك القضيه؟ والله خذينا خذينا طماطم بطاطا بصل الخيار بون ما خذيناش معناها خذينا نتاع نتاع الجمعه نقول احنا نتاع الجمعه 9,600. خضره نتاع الجمعه 9,600. اي اي كيلو 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 يعني؟ لا ثم كيلو نص بطاطا، 2 كيلو طماطم، كيلو نص بصل، يمكن نحكي كيلو خيار، 9,600 من 20 حاصيل. هذوما يفضلوا من 20؟ من 20. أنت قداش منفرد بابا في العائلة؟ احنا كل خمسة. خمسة تكفيكم معناتها كيلو نص كيلو نص كيلو نص الجمعة كاملة؟ ما هو نطيبوا مرة كسكسي مرة حاجة، مش كلها بالخضرة. بالطماطم وبالواحد. الطماطم والواحد نتاع شويه سلطه فهمت، شويه مقلي بعد 3 4 ايام، مقرونه كسكسي نبدلوا كل يوم. بنت باعت 9,600 ما غير غله وما غير لحم وما غير حوت. لا ما غير غله. خضره كهو. خضره بركه كهو. ندخل عليها احنا شويه غله وشويه لحم وشويه حوت. هي الغله مثلا شنو نعمل مثلا انا واحد من الناس ناخذ غله مثلا كل واحنا ناخذ دلاعه مش كبيره تاع نهارين. باش ناخذ عنب ناخذ كيلو ونص مش ناكلوه في نهار، ناكلوه في نهاري، فهمت كيف؟ هكاك باش نحاولوا ديما الميزانيه تبدا متراجعه. هذا الزاد مش معناها كيلو ناكلوه في نهار. حسب الظروف وحسب الشهريه وحسب يعني معناها كي تاخذ شويه غله تحاول مش واحد يكلها في نهار واحد، في نهارين انت ولا يا سيدي عندي دلاعه تو اليوم النهار الثالث اليوم.
معناها دلها ب 10000 ثلاث ايام. بون احنا نغلفوها باك البابي سوليفان واحد مش كاكل حتى. حسب مكلمك مازال المواطنوس نجم يزين طاولته بشويه غله شويه ولد بحر شويه لحم، ما انا ماش يقدر. حر غالي يا خويا. اللحم بطبيعته ما نشروش، واحنا اللحم غالي ياسر. قاطعينه اللحم غالي. ولد البحر بون كي تبدا واحد كي ياخذ شهريته مثلا، كي ياخذ شهريته يمشي ياخذ شويه ولد البحر هكا مره شهر شهر. فما المسيك من عيد لعيد. من عيد اللحم اي اللحم احنا ما بلاسك من عيد لعيد. انا وحنا ناس اللحم ما ناكلوش. خاطر غالي ولا انت ما تحب؟ لا انا ما ناكلوش اللحم. عندي انا وعندي بنتي ما ناكلوش اللحم جمله. والله في المتناول تو شفت كي تسخن الدنيا ديجا الاسويه مكت فلفل وطماطم والواحد معقول الاسويه من بيه ترخص شويه اي مقارنه بالواحد بالشتاء كل شيء بيه. والله بيه في المتناول الحشيش عارفينه في المتناول المواطن والسيف معناتها كي نحكيو على طماطم وفلفل معناتها وسلايت هكا وخاص متناول المواطن تغلى شويه فهمتني مش برشا كزياده تو في شتيت تلقى ماركه 600 800 فرنك فهمتني تو بدينار بدينار و200 فهمتني اي تزيد وكل الحشيش ما يقل فهمتني من السخانه من الواحد ما تلقاش معناتها كميه متوفره فهمتني هيك بالطبيعه هاي سلايد خضره والواحد اكثر عليه طلب الحشيش قلت لي يرخص شوي معناتها الخضره نحكيو ترخص شوي به كي نقولوا الغله كي نقولوا اللحم نقولوا الحوت والله ما نعرفش كل واحد واختي ساس فهمتني نورمال اللحم غالي ب 50000 ولد عمي الكيلو فهمتني تعدى تاعك تشم خشمك وتتعدى من قدام الزازان فهمتني شنو هي ريخ؟ ما ولد سوق زاد ما تقلدوش عليه. يا ودي غالي معلم 50000 تبدا عندك عيله شكون مش تعرف تعرف اللهم تقسم. الواحد الحوت غالي، اللحم غالي. معناتها اليوم المواطن التونسي ما عادش ينجم يزين طاولته بشويه غله باهي محترمه كي شويه ولد بحر باهي شويه مثلا هبره باهي لحم شويه باقي. اسمع الفي مقدور يزين كيما يحب. واللي ما عندوش خويا كل قدير وقدره فهمتني فما عبيد مش قادر لا تاكل لا في الحوت لا في اللحم فهمتني وهذيك هاي اللي عنده خويا هاو يحط يشري كيما يحب ما يلوش عليه واللي ما عندوش خويا يحسبها فهمتني نسك سؤال وانسى روحك انت ولد سوق وانسى روحك انت خضار نحبك تتجرد من كل شيء وسؤال بصراحه كان نعطيك توا قفه فارغه باه ونعم الدوره مع بعضنا توا في المرش نقول لك القفه هذه نحب فيها قضيه نتاع جمعه كامله محترمه نحب فيها الخضره والغلة وود البحر واللحم ثلاث حاجات هذيما فيها اللحم اللحم والغلة والخضر والحوت والله ما تكلفكش اقل من 200 دينار والله هاني انا نكلمك فهمتني كي هو كيلو لحم 50 نعها ويزلك شوي هاي ويزلك شوي حوت بقديه شوي حوت كي هاتا يقول لك 50 40 الف هاك تشوف انت في الاسفين فهمتني هاي خذيت شوي غلة هذيما هاك وشوي اي يسال هاو صناعي هاو قال لي في وذني ما عدا سته كعبات ورقه 42 دينار هاو قديم هذيك هذا مش خصايص في المرشي قديم مع عاد تو الخباره مربوطه بشنو اللي قاعد يتباع في المرشي يقولوا مسكين يلقى رخيص يجيب رخيص ما يلقاش يتلز ياخذ الغالي مثلا انا الفلفل اللي مات كل نبيع فيه بدينار هاكا ولا 16 100 هذاك ما ياخذ ب 12 100 كاين باش الناس لحلح بيه نحكي لك حبيت نقول لك هذا غالب هكاك معناتها عرض وطلب عرض وطلب لو نسمع فيك تحكي على الخضره، الخضره في الصيف تغلى عليه. نقولوا نحن اللي كان ينحي مثلا نقولوا نحن في ينحي مثلا في 1000 لاما اللي تي ولا ينحي في 100 باش ينقص مثلا البرودكسيون وتغلى تغلى يولي خاطر عنده هو في التزامات عنده يد عامله عنده مثلا ماء عنده دواء عنده اما سامحني كنا مقارنه بهذيك الحشيش وحده انا كنقول لك اكزامبل طماطم وقتها توا الفلفل وقته توا نورمالمون معناتها توا ماهوش تعبيط مكيف ما يرخص انا واحد من الناس ما فهمتهاش نهار طماطم تدخل مارشي تشريها ب 400 ونهار تشريها بدينار ما تفهم حتى شيء انا واحد من الناس ما نفهمش والله بالحق انت معاد تبارك الله عليك شوف قداش من عمرك 30 سنه ما فهمتش انا ما فهمتش علاش هذا غالب هما يجي يكلمك يقول لك لا جيب جي وكذا انا ما تخدم عندك قداش معاد انا اصلي بياع غله اما كتب الغله كيما تو غاليه ما نقربهاش انا اصلي غلاجي من الصغير نبيع في الغل فهمني كتب ما فماش نقعد نكتف ربع عائله ولا نخدم اللي يجي هاك لا بروف مني مش نحاك بطاطا بصل ولا شنو هاك نخدم معناها هاك واحد يصور نهار ويمشي على روحه هاك
غالي شبيك خوخ ب 5000 ندور مسانس ب 500 فرنك خوخ ب 5000 اليوم تسمع مرة كبيرة تقول لك نتمنى كريمون زي انت ولت بشوية غلة محترمة وصلنا درجة هذه اليوم يا ولدي ما تنجمش تو نحن تو شنو اللي قاعد تو في المتناول هو بطيخ الدلاية هاكا رخيص شوي باش نقدر بطيخ الدلاية هاكا في المتناول معناها رب عائلة يشري بطيخ هي رب عائلة يشري بطيخ تتكلف له ب 4000 5000 فهمني ولا هاكا الدلاية طاح شوي هم بالنسبة برا اقرب العنب 6000 الكرموس كرموس هاو تعديت بيت في الراه مش كرموس تبيع فيه بفما الكرموس هذاك الزيدي حتىش 20 دينار اش نحكي لك معناها التفاح ب 6 7000 تفهم شيء قلت لك انا واحد من الناس ما نفهمش هذا اللي خليك ما تبرغم انت غليلي ما تليك قش من عام خليك تبعد عليه عيط له هذاك الولد قول له شنو يبيع الراجل هذاك بجنب قول له شنو اصله يبيع تو يحكي لك اي واحد قول له هذاك شنو يبيع اي واحد قول لك راه يبيع في الغالب فهمني حتى مثلا انت واحد من حتى من بعد يتفرج شيء اي جواليل شنو نبيع انا واضحين معناها خنتي راضحة مليانة صغير عندي خالي ايه هذا غالب كزيت نقعد بطالب وعائله